خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل إن شاء الله النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس أمم الأفريقية، خصوصا مباراة مصر وغانا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ بوابة الوظائف الحكومية بفتح باب التقديم لمسابقة شغل أكثر من 11,000 وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم، ومسابقة الهيئة القومية للبريد لشغل 900 وظيفة. وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11,114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث للعام الدراسي 2024-2025 بجميع محافظات الجمهورية. وبيبدأ التقديم للمسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري. النهاردة آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، ومن المقرر أن تبدأ اللجان المحلية المشكلة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية عمليات فحص الطلبات المقدمة لاختيار الأمهات المثاليات لهذا العام فور غلق باب التقديم ووفق الضوابط والمعايير المقررة في إطار من الشفافية والنزاهة في الاختيار بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة، ليتم تصفية الملفات واختيار ترتيب المراكز بين المتقدمات وتصعيد المركز الأول والثاني للجنة المركزية على مستوى الديوان العام بالوزارة لاختيار المراكز الأولى على مستوى كل محافظة. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. يلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع منتخب غينيا بيساو في تمام الساعة 4 عصراً. في 7 مساء يلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب نيجيريا. وفي 10 ليلاً هيلتقي منتخب مصر مع منتخب غانا. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية. يلتقي منتخب سوريا مع منتخب أستراليا الساعة 1:30 الظهر. في 4:30 عصراً هيلتقي منتخب الهند مع منتخب أوزبكستان. وفي 7:30 مساءً هيلتقي منتخب فلسطين مع منتخب الإمارات.